الى الزميل رائد الشريف في مدينه الخليل رائد على ما يبدو ان هناك مناوشات لديك في الخليل ما الذي يحصل حتى الان يعني قبل قليل توجه مجموعه من الفتيه الفلسطينيين الى منطقه باب الزاويه وبداوا برشق جنود الاحتلال الاسرائيلي بالحجاره، الجنود خرجوا من الحاجز وبداوا باطلاق قنابل الصوت باتجاه الفتيه الفلسطينيين الذين حضروا الى هذه المنطقه حتى اللحظه لا توجد اي اصابه في صفوف الفلسطينيين، القوه التي تستخدمها قوات الاحتلال هي يعني قنابل الصوت وذلك لتفريقهم وابعادهم من المكان، لكن نحن نتحدث عن تعزيزات عسكريه اسرائيليه كبيرة حضرت خلف الحاجز الذي نشاهده طبعا في هذه الأثناء حيث مجموعة من الجنود الإسرائيليين حتى يطالبون زملاء الصحفيين بالابتعاد من المنطقة التي نقف فيها ما زالت الحجارة تتساقط يعني باتجاه الجنود والمواجهات مستمرة لكنها خفيفة بدأت قبل حوالي عشر أو خمس دقائق وجنود الاحتلال لم يتقدموا سوى يعني باتجاه المكعبات الإسمنتية التي تضعها سلطات الاحتلال في منطقة باب الزاوية لكن إذا ما تطورت هذه المواجهات وإذا ما تقدم الشبان أكثر قوات الاحتلال كالعادة يعني ستقوم بالتقدم أكثر يعني إلى منطقة باب الزاوية وصولا إلى شارع وادي التفاح وكذلك منطقة بئر الحمص نشاهد مجموعة من الفتية الملثمين في المنطقة ما زالوا يرشقون جنود الاحتلال الإسرائيلي بالحجارة وفي هذه الاثناء على ما يبدو بان الجنود سيقومون باطلاق مزيد من القنابل الصوتيه او حتى استخدام الاعيره المعدنيه المغلفه بالمطاط وذلك لابعاد الفلسطينيين الذين يقومون برشق الجنود في الحجاره كما نشاهد هم يحتمون بهذه الدروع لكي لا تصلهم الحجاره التي تتساقط وعلى ما يبدو احد ضباط الاحتلال يشير الى جنوده يعني باستخدام قنابل الصوت او حتى الرصاص. المعدني هناك تعزيزات في هذه الاثناء نشاهدها تخرج من الحاجز 56 في منطقه باب الزاويه بالاضافه ايضا الى قوه من حرس الحدود التابعه لشرطه الاحتلال وهنا ايضا يعني نشاهد بأن أحد جنود الاحتلال يعني أو من خلال بندقيته يسلط أشعة الليزر على بعض الفتية وكذلك على الزملاء الصحفيين الذين يتواجدون في المنطقة التي نقف فيها وتحديدا في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل كانت هناك دعوات للتظاهر بعد صلاة التراويح وبعد الانتهاء منها في مناطق مختلفة من الضفة الغربية لم تخرج صلاة التراويح بعد ولكن على ما يبدو بأنه الفتيه الذين تحدثنا عنهم قبل قليل وصلوا الى هذه المنطقه وبداوا برشق جنود الاحتلال الاسرائيلي بالحجاره كما ذكرت اذا ما تطورت الامور اكثر واذا ما تقدم الشبان الفلسطينيون الى المنطقه يعني باتجاه الحاجز فانه الجنود سيخرجون وسيمطرونها بوابل من قنابل الغاز وكذلك قنابل الصوت واطلاق الاعيره المعدنيه كما جرى يوم امس وهذا ادى الى اصابه عشرات الفلسطينيين بالاختناق جراء قنابل الغاز التي تطلقها قوات الاحتلال باتجاههم، على ما يبدو ان الامور تتطور اكثر وهذا مرتبط تماما باحداث مدينه القدس المحتله في حال يعني استمرت اسرائيل بالاعتداء على المقدسيين وكذلك على المرابطين عند المسجد الاقصى المبارك وتحديدا عند باب العمود، هذا سينعكس تماما على الضفه الغربيه ليس فقط على الخليل وانما يعني على بيت لحم رام الله ونابلس وهذه المدن الكبيرة التي ما تشهد دائما مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي، نشاهد بان مجموعة كبيرة من الجنود الان يتقدمون ونحن نتحدث عن عشرات الجنود الذين يقفون على المكعبات الاسمنتية بالاضافة ايضا الى وحدة جديدة يعني جاءت من خلف الحاجز 56 في منطقة باب الزاوية الذي يفصل هذه المنطقة عن شارع الشهداء وكذلك البؤر الاستيطانية المتناثرة المقامة على اراضي الفلسطينيين وهم معنيون بابعاد الفلسطينيين عن هذه المنطقه ولعدم وصول الحجاره او حتى الزجاجات الفارغه التي يستخدمها الشبان الفلسطينيون الى المستوطنين الذين يمرون خلف الحاجز مباشره حيث مستوطنه رماتيا شاي بالاضافه ايضا الى ابراهام افينو وكذلك بيت هداسا وبيت رومانو وصولا الى مستوطنه كريات اربع التي تعد من اكبر المستوطنات في الضفه الغربيه. هذه المواجهات مستمره. الآن الحجارة تتساقط باتجاه الجنود إذا ما استمرت هذه الحجارة نحوهم فإن الجنود سيطلقون مزيدا من القنابل الصوتية والغازية باتجاه الشبان الذين يحاولون التقدم أكثر وأشاهد أحد الجنود يعني يستعد ربما لإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط حتى اللحظة لم يتقدموا ولكن يعني أعدادهم كبيرة كما نشاهد يعني على يمين الكاميرا أعداد كبيرة من الجنود وبالتالي هي مواجهات يعني إن صح التعبير خفيفة ولكنها تزداد وأشاهد بأن عدد الفلسطينيين والفتية الذين باتوا يتقدمون أكثر إلى منطقة باب الزاوية أعدادهم أكبر من خلال متابعتنا ربما الآن يعني إطلاق تتابعون منا في هذه نعم. الأثناء. على يبدو أن هناك بدء أحد جنود الاحتلال الآن. نعم، والرصاص المعدني كذلك. يعني مم. قبل قليل تم استخدام الرصاص المعدني باتجاه الفتية. لم تصب هذه الرصاصه المعدنيه اي من الفلسطينيين يعني نحاول المتابعه والمراقبه كذلك ونرصد الصوره لكم وللمشاهدين كما ذكرت المواجهات يعني تتدحرج وهي ككره الثلج باتت هذه المنطقه التي لطالما عرفت بانها منطقه ساخنه وتشهد مواجهات مع الاحتلال الاسرائيلي وكذلك مع الشبان الفلسطينيين، الاعداد كبيره جدا يعني الصوره الان من خلال يعني كاميرا الغد وعلى الهواء مباشره الجنود يعني بالدروع يتقدمون وحده من جيش الاحتلال الاسرائيلي كما تشاهدون الان اطلاق مزيد من الرصاصات المعدنيه باتجاه الشبان الفلسطينيين منى ربما تبعتم واستمعتم الى اصوات هذه الطلقات طيب هذه الطلقات يعني المعدنيه المغلفه نعم. بالمطاط وهذا لابعاد هذا ما كنت ساسال عنه يعني هل هذا هو لابعاد فقط وتحذير الفلسطينيين من عدم الاقتراب اكثر ام هو استهداف لاحد الفلسطينيين بعينه؟ يعني هي عملية إبعاد للفتية الفلسطينيين وكذلك بشكل مباشر يتم استخدامها بشكل مباشر لا عشوائي باتجاه الفتية الفلسطينيين وذلك لاصابتهم، هي طلقات معدنية مغلفة بالمطاط ولكن تستخدم يعني الرصاصات الحية وتستخدم قوات الاحتلال الذخيرة الحية دائما في منطقة باب الزاوية، في هذه المنطقة يعني التي تحدثت عنها بانه هي منطقه ساخنه ومتوتره ومشتعله دائما يتم استخدام الرصاص الحي قبل فتره احد الشبان الفلسطينيين تقدم بزجاجه حارقه لم يقترب من من الحاجز احد جنود الاحتلال اطلق صليه من الرصاص الحي ليست فقط رصاصه واحده وانما صليه من الرصاص الحي هذا ادى الى استشهاد شاب من عائله الحداد.

رصاصة في الصدر رصاصة كذلك في الوجه وهذا يعني بأن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المواطنين الفلسطينيين والفتية حتى وإن كانت أعمارهم يعني صغيرة الشهيد الحداد كان يبلغ من العمر 17 عاما أو 16 عاما وهذا يعني بأنه في هناك استهداف للفلسطينيين وما سمعناه من خلال شرطة الاحتلال أو حتى من خلال حرس الحدود أو جيش الاحتلال الإسرائيلي والناطقين باسمهم بأننا لن نستخدم القوة المفرطة على الارض هذا غير حقيقي في حال تقدم الفلسطينيون في اي منطقه من الضفه الغربيه لمواجهه جيش الاحتلال الاسرائيلي بالحجاره، منى هناك مفارقه كبيره، نحن نتحدث عن شبان فلسطينيين يحملون الحجاره والزجاجات الفارغه وان تطورت الامور كثيرا يرشقون الاحتلال بالزجاجات الحارقه وما يعرف بالميليتوف. ولكن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم قنابل الصوت الغاز الرصاص المعدني المغلف بالمطاط الرصاص الحي المياه العادمة وكذلك القاذف الذي يكون على جباته العسكرية ليطلق عدد كبير حقيقة من القنابل الغازية بالرغم من عمليات يعني إطلاق قنابل الصوت وكذلك قنابل الغاز وأيضا بإطلاق الرصاص المعدني الا انه ما زال هناك مجموعه من الفتيه الفلسطينيين يرشقون جيش الاحتلال الاسرائيلي بالحجاره عملية وقوف جيش الاحتلال الاسرائيلي في هذا المكان وعدم تقدمهم الى منطقة اخرى ربما هي حيلة من حيل جنود الاحتلال، ربما هو كمين من الكمائن التي تنصبها قوات الاحتلال للفلسطينيين، احيانا هم يختبئون في المحال التجارية، العمارات السكنية ويفتحون ابواب المحال التجارية حتى وان كانت مغلقة او يجبرون الفلسطينيين على الدخول الى منازلهم واقصد هنا جيش الاحتلال الاسرائيلي وبعد ذلك عندما يتقدم الشبان الفلسطينيين الفلسطينيون يتم اعتقالهم وهذا جرى في مرات عديده سابقه في منطقه باب الزاويه، الان المسافه يعني بعيده ما بين الجنود وما بين المتظاهرين الفلسطينيين ولكن الحجاره تصل في هذه الاثناء يعني نشاهد على الهواء مباشره شاب فلسطيني يتقدم مسافه يعني من مسافه الصفر يقوم برشق جنود الاحتلال الاسرائيلي بالحجاره سنحاول إذا منى في هذه الاثناء احد الشبان الفلسطينيين يتقدم من مسافه الصفر ويرشق جنود الاحتلال الاسرائيلي بالحجاره وهم يسلطون عليها اشعه الليزر وكذلك القوا باتجاهه قنبلتين من الصوت ولكن لم يبتعد وما زال حتى هذه اللحظه يقف في مكانه اشاهد جنديا من جنود الاحتلال الاسرائيلي يصوب بندقيته وعلى ما يبدو سيطلق رصاصه جديده من الرصاص المعدني المغلف بالمطاط باتجاه هذا الشاب الذي ما زال يتحدى جنود الاحتلال من مسافه الصفر ولم يبتعد كانت الأشهر الماضية في نفس هذه المنطقة شهدت مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، وتقدم مجموعة من الشبان الفلسطينيين نحو هذا المكان واشتبكوا من مسافة الصفر، ولكن لم يتمكن الجنود يعني من الإمساك بهم أو حتى من اعتقالهم أو حتى إصابتهم، وهذه الصور يعني هزت مواقع التواصل الاجتماعي، والبعض من المستوطنين وكذلك من الإسرائيليين وبخوا جنود الاحتلال. كيف لهؤلاء الفلسطينيين أن يصلوا إلى منطقة الصفر وأن يشتبكوا معكم بالحجارة ولا تستطيعوا الإمساك بهم أو حتى إطلاق الرصاص عليهم أحد المستوطنين المتطرفين في الخليل قال علق على هذه الصورة التي نتحدث عنها الآن هذا الشاب الفلسطيني يجب أن تطلق الرصاص على رأسه كيف تركتموه يعني يصل إلى هذه المنطقة والبعض وصف بأن وصول الشبان الفلسطينيين إلى منطقة قريبه من جنود الاحتلال ونقطه الصفر بانه شجاعه فلسطينيه نشاهدها في مناطق مختلفه من الضفه الغربيه وكذلك من مدينه القدس المحتله تبقي الصوره علي ما هي عليه المواجهات مستمره اي نعم هي خفيفه لكن بين كر وفر جنود الاحتلال مكانهم الشبان يترجعون ويتقدمون وهذا طبعا عدم الامساك بهم او حتى من الافلات من الكمائن التي تنصبها سلطات الاحتلال الاسرائيلي لهم ولكن هذه المواجهات كما ذكرت هي مستمرة وبين الفينة والأخرى نستمع إلى أصوات يعني انفجارات ناتجة عن قنابل صوتية يتم إلقاؤها باتجاه الشبان الفلسطينيين منح طيب تحدثت أكثر من هذه حجر باتجاه أحد الجنود يعني ما زال هذا الشاب يصر على البقاء في مكانه والقاء الحجاره باتجاه جنود الاحتلال ويقوم بين الفينه والاخرى باطلاق طبعا الان احد جنود الاحتلال اطلق رصاصه معدنيه باتجاه الفتيه الذين حاولوا التقدم في المنطقه الاخرى هم يتراجعون ولكن بعضهم في المنطقه الاخرى يتقدمون ونستطيع القول بان المواجهات اصبحت يعني في اكثر من نقطه وفي اكثر من محور في منطقه باب الزاويه ولكن يعني الشوارع هي متشعبه ان صح التعبير اعود مره اخرى عن الصوره التي تحدثنا عنها قبل قليل بانه يصر بعض الشباب الفلسطينيين على تحدي جنود الاحتلال من خلال يعني الوقوف في مناطق قريبه منهم لالقاء الحجاره وكذلك لاستهدافهم وهذا كله غضب لمدينه القدس المحتله خاصه وان معظم الفلسطينيين يعتبرون ان القدس خط احمر بالنسبه لهم ولا يمكن المساس بالمقدسات وتحديدا بالمسجد الاقصى المبارك وبالعاصمه المقدسه المحتله خاصه واننا بتنا نشاهد يعني خلال الساعات الماضيه خلال الايام الثلاثه الاخيره اعتداءات بالجمله على الكبار على الصغار على النسوه على الاطفال وهم يحاولون يعني فرض سيادتهم على مدينه القدس المحتله ولكن بنفس الوقت الفلسطينيون في القدس المحتله وكذلك في الضفه الغربيه يرفضون هذا الكلام جمله وتفصيلا ويحاولون كذلك فرض وجودهم لان الاحتلال الاسرائيلي الذي قط أوصال الضفة الغربية ونصب الحواجز وكذلك يعتقل الفلسطينيين بشكل شبه يومي ومع ساعات الفجر عندما تقتحم هذه القوات منازل الفلسطينيين من الخليل جنوبا وصولا إلى جنين شمالا واضح بأن قوات الاحتلال هي تحاول يعني استنزاف الفلسطينيين بكل الطرق بالمواجهات، بالاعتقالات، بعمليه الاعتداء كذلك عليهم وهذا بات واضحا يعني منذ سنوات طويله الا انه يعني الاحتلال الاسرائيلي يحاول يعني فرض سياسته العنصريه على الفلسطينيين، توفير الحمايه للمستوطنين المتطرفين وكذلك منع الفلسطينيين من الحركه اشاهد الان مجموعه من الجنود يعتلون بعض المحال التجاريه على ما يبدو بانهم شعروا ان جزء من الفلسطينيين او بعض من الفتيه الذين يتظاهرون في هذا المكان قد يرشقونهم بالحجاره من المنطقه التي نشاهدها الان احد جنود الاحتلال يعني يقوم ب الاشاره باصبعه نحو احد الفلسطينيين اذا ما كان فعلا على يعني سطح احد المنازل وهذا لاستهدافه اما باطلاق قنابل صوتيه او غازيه او حتى اطلاق الرصاص المعدني نحوهم ونشاهد اشعه الليزر كيف تسلط نحو العمارات السكنيه نحن في منطقه سكنيه في منطقه تجاريه وكذلك في شهر رمضان المبارك تكون الحركه اكثر حقيقه بعد الانتهاء من صلاه نعم التراويح وتخرج الناس الى الشوارع منه